فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا، فهل يكون الأذان في أول الوقت أم نؤخره؟ إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا، فهل يكون الأذان في أول الوقت أم نؤخره حتى إذا أردنا الصلاة؟ إذا كنتم في بلد صلوا مع الناس ولا تؤخروا ولا تؤذنون، يكفي أذان المسجد، صلوا مع الناس في المسجد. أما إذا كنتم في بر أو في مكان ليس حولكم مساجد فلا بأس أن تؤخروها وبدون أذان، يكفي الأذان على دخول الوقت. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.